كيف فيكن تبخعوا العالم لأذيتكن؟ وأهلا وسهلا فيكم بقناة على يوتيوب. بدي منكم تركزوا معي، تعملوا الصوت وتعملوا سبسكرايب. اليوم بدنا نحكي عن الريفنج. الريفنج، او ماي جاد، مين منا ما تمنى بحياته يرد او يبخع حدا او حدا يكون اذيه اون ذا سبوت يبخعه او يبين اقوى منه؟ ما في انسان بحياته لو شو ما كان العمر تبعه ما تمنى يكون في عنده ريفنج. عمري 21 سنه، اكل كثير اذى بحياتي وبعدني لهلا بتمنى يا ريت اذيت غيري. فاليوم حعلمكم كيف، حعلمكم كيف تكونوا قوية ما تخلوا حدا ياثر فيكم وتردوها للكل. احكي فروم ماي بيرسونال اكسبيرينس، انا بشو قاطع، انا يا بقاطع بحياتي ببولينج وعالم اذيتني، عالم حتى طموني تمسخروا على شكلي على جسمي على طريقة حكي، دايما اقول براسي بدي ابخعهم بدي ابخعهم وحيشوفوا. eventually بخعتهم كلهم، كلهم شافوا، كلهم اكلوا بخع. كيف؟ شو عملت؟ ركزوا معي كتير منيح. لو شو ما كان موقفكم بحياتكم، لو شو ما يصير معكم، لو حدا كتير قريب او حدا كتير بعيد اذيكم، لو شو ما كان الاذى، the best revenge is ما تعملوا شيء. ما تعملوا شيء. صدقوني تعلمتها بصعوبة، بس عن جد the best revenge هو ما تعملوا شيء. silence، ما تتصرفوا. بفهم الإنسان بيعصب بحياته لدرجة إنه لأ بده يجن وبيأرضه وبده يرده ويبخع ويعمل ويساوي. طالما بتفكروا بهالطريقة ما حتوصلوا لشيء، والشغلة الوحيدة اللي عم تبخعوها هي نفسكم. الإنسان العاطل ما بترده بالعاطل، الإنسان العاطل بترده بفرحة، بترده بمنيح. بس توصلوا على مرحلة تحبوا حالكم لدرجة ما تعطوا وقت لغيركم ولا قيمة لغيركم، هيدي أحلى ريفنج لإلهم وأحلى ربح لإلكم. وبس إلكم إنه أخذت معي أنا لطبق هيدا الشيء، يعني أخذت معي وقت. ما عم إلكم إنه هيني تضلكم ساكتين، لأنه كلنا بننفعل وعبالنا متصرف. بس بعد ما قطع على كذا مراحل بحياتي تعلمت انه عن جد بس ما اعمل شيء هي عن جد البخعة القوية. بركي في منكم بتأمنوا بالكارما او ما بتأمنوا بالكارما، انا بآمن فيها. ما بآمن بالكارما بالتحديد، بآمن انه بس تعملوا منيح حيرجع لكم منيح، بس حدا يكون اذيكم حيرجع ينأذى. شباب بنات، ان كان صغار ولا كبار، لو شو ما صار بحياتكم موقف عبالكم تبخعوا حدا حياتكم ما تعملوا شيء. اللحظه يلي بتركزوا على حالكم تحبوا حالكم، صدقوني هيدا اكبر بخ، لانه لا اجى من الاساس شخص ليجي يأذيكم، يعني هذا شخص مقهور منكم من الاساس. في عندكم مشكله مع حدا، يعني في قهر، انتوا ما بدكم تردوا بالقهر، ما بدكم تعطون شو بدهم. العالم اللي اذيتكم بدها رياكشن منكم، بدها تطلعكم من ثيابكم، بدها تعصبكم. هن بيكونوا ناطرين انكم تردوا له اياها، كمان هن يرجعوا ياذوكم اكثر وبتخلصوا. بصير في هبل وحركات ومشاكل وقصص وبدها برسو وبتزعلوا. حكيتني شيء هدتني ما بتصرف شيء. مش اذا ما تصرفتوا يعني انتم مش قوايا، بالعكس هاي يعني انتم عندكم وعي غيركم ما حيفهموا. فيا جماعه بس تسكروا بتسدولن اياه. كانت شوي غلط الجمله بس انه فهمتوا قصدي. حاحكي شيء عني انا، ما في خبركم كثره العالم يلي حكيت علي، يلي حطمتني، يلي عامله فيا العمايل. يا بتمنيت اعمل ورد وجيب وجيب. احلى بخعه هي انه ما اشتغلت على البخعه، منا لحالها اجت البخعه، منا لحالها بتنرد، منا لحالها اللايف جوز اون. كانوا يتمسخروا علي كيف بعمل فيديوهات، كانوا يتمسخروا علي كيف بحكي. ول ما خليتهم ياثروا فيا، ما رديت عليهم، ما عطيتهم اللي بدهم اياه، ضليتني ريبيكا اللي تشتغل على حالي، ضليتني نزل فيديوهات ونزل نزل نزل وكبرت البلاتفورم تبعيت، ضليتني الحق احلامي، ضليتني احقق قصص على عمر صغير، واحني زيت العالم يحكوا علي، هن ذاتهم اللي هلا عم يجربوا يقلدوني، وهن ذات اللي عم يجربوا يرجعوا يصيروا رفقه معي. Funny how the circle turns عن جد. فبحياتكم ما تتمنوا شر لحدا، بحياتكم ما تجربوا تردوا شيء لحدا، الله بيرجع بردها بطريقه ما بتتوقعوها. وبدل ما تكبوا كل هالانرجي وهالوقت للعالم ما بتستاهلها من الاساس، كبوا هالوقت فيكم وبحالكم. I hope this helped. ما بفتكر اني حاعمل امباكت كبير بالعالم، بس عن جد بتمنى انه الكلمات من شخص قاطع بكثير اخبار تسمعوا مني نصايح. The best revenge is no revenge. Again مع الاكسبلوجن. أنا كتير بحب أحكي بهالمواضيع وأحكي عن قصص أنا قاطع فيها. اكتبوا لي بالكومنتس عن أي موضوع بتحبوا نحكي أنا وياكم. بتمنى هيدا الفيديو تكون ساعدت كم واحد منكم ويوعى شوي براسكم. خذوا لي السوشيال تبعي ما تنسوا تسيبوا فولو، وبشوفكم بغير فيديو. باي.